هن هيك من الاكستريم للاكستريم. كنت ناصح 118 كيلو صح، كنت تطلع على المرايه شايف شيطان. بتقول كيف خططت تقتل امك وبيك؟ تسرق من كاريتاس تروح تسكر كرب المريض اللي دق على الجرس، خاصه الختيار بضربه تسبل العضرة. صحيح، صب طهارتها. انت زلمي كاسر كل المحظورات، لاني شخصيه فقيره بيعتبروك عاصمه للفضيحه. بوست واحد اذا نشرته باي باي اولفوار. لما بدك توصف الفن دعارة اللي بالك الفن رسالة، قاله رسالة دي تبقى أمك. سمح لها حريم السلطان، بدك تخرب لبيت عن طريقي؟ عم بحترم الأصول. نعم. وما أحكي ضارب حساب بنتا يعني بسيط، رح تفتح جمعية خيرية. ايه أنا هيك الأربعة 9:30 مساء على الجديد